ايه اللي خلاكي تكوني طيارة؟ زي ما قلت في التقرير، انا طول عمري بحب الطيران جدا، وكان حلم بالنسبه لي وحققته الحمد لله. يعني بس انتي دارسة طيران اساسا دارسه ولا؟ طبعا، دارسه الاول جامعه مختلفه تماما عن مجال الطيران، وبعدين درست طيران في امريكا، ورجعت قدمت في ماستر طيران الحقيقه 3 مرات لغايه ما اتقبلت، ففضلت ورا الموضوع لغايه ما حققته. وانتي صغيرة واحنا صغيرين بنلعب بالعرايس وبنلعب بكذا، وعايزة تبقي ايه يا حبيبتي؟ عايزة ابقى دكتورة، عايزة ابقى مهندسة، عايزة ابقى مدرسة، ده بالكتير عايزة ابقى ممرض، يعني حاجات كلها كده. انتي كنتي بتمسكي طيارات كده وتقولي انا عايزة اسوق طيارة؟ دي حقيقة. فعلا. كنت بلعب الأول، ما كنتش بلعب بالعروسة خالص بصراحة، يعني العروسة ما كانتش في من حيز هواياتك؟ اهتماماتي. كنت بلعب بالطيارة، وكنت بلعب بالعربيات، كنت بلعب عسكر وحرامية، يعني أي حاجة، مش عارفة، يعني أي حاجة تمت للرجال بصلة، بس الطيران هو اللي كان شاغل لي بالي يعني.